Hello again. Hello everybody. اخباركم ايه؟ النهارده معانا درس جديد الباسيف فويس. تمام، متنسوش اعمل سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلنا الدروس الجديده اول باول، ونعمل شير عشان كل الناس تستفيد ونساعد بعض كلنا. تمام، واي حد عنده اي سؤال سواء في الفيديو او في اي فيديو سابق، او محتاج اي جرامر يفهمها، وفي نقطة مش واضحة يكتبها لي في الكومنتس وانا هرد عليه، او هعمل له فيديو مخصوص علشانه نقول له فيها اللي هو محتاج يعرف. النهارده هنتكلم عن الباسيف فويس especially in present. يعني الباسيف فويس بنستخدمه in all tenses، بنستخدمه في كل الأزمنة، لكن النهارده تحديدا هنتكلم عن الباسيف فويس in present. in present يعني في المضارع. يعني ايه الباسيف فويس؟ بالعربي يعني المبني للمجهول. Okay. طيب خلينا نشوف. The passive voice is used when the focus is on the action. It's not important or not known, however, who or what is performing the action. بستخدم الباسيف فويس لما يكون أنا تركيزي في الجملة على الحدث نفسه، مش مهم عندي خالص مين اللي عمله، مين اللي عمل الحدث ده أو الفعل ده، مش مهم عندي أذكره أو أنا ما أعرفوش أصلا. Okay. في الحالة دي بحول الجملة بتاعتي للباسيف فويس. طيب تمام، قبل ما نتكلم عن الباسيف فويس we have to know ان احنا الجملة بتاعتنا ليها ترتيب، او الجملة اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهاردة تحديدا ليها ترتيب، اللي هو subject verb object. لما الجملة بتاعتي تكون بادئة ب subject الفاعل الverb الفعل، وبعدين الأوبجكت المفعول. اوكي، دي جملة بنسميها جملة أكتف. اوكي، يبقى الجملة الأكتف بتاعتنا subject verb object. لو قلنا مثال، علي cleans the room. subject علي، الverb cleans، الobject the room. subject يعني الفاعل، والverb فعل، الobject المفعول. اوكي، دي جملة active، علي cleans the room. طب لما احب احول الجملة دي للpassive voice نعمل فيها ايه؟ هنلعب لعبة لطيفة خالص، ركزوا معايا. هات الobject حطه في الأول، هات السبجكت حطه في الآخر، والفيرب هقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. يبقى هاخد الأوبجكت أحطه في الأول، تبقى the room، وعلي هنحطه في الآخر. لكن قبل العلي، قبل السبجكت هحط preposition by علي. طيب فاضل عندي ايه اللي انا معرفتش اغيره لسه، او معرفتش اعمل فيه ايه؟ الفيرب. طب تعالوا نشوف الفيرب بتاعنا هنعمل فيه ايه او هنغيره ازاي عشان يبقى passive voice in present. علشان اغير الفيرب بتاعي في الجملة واحوله ل passive voice بختار am is or are، وبعدها الباست participle بالتصريف التالت. تمام، يعني بحول الفيرب بتاعي ل am is are plus past participle. طب تعالوا نشوف. انا قلت هنا علي cleans the room. طب انا هنا عندي the room، هختار لها am is are، اختار انهي واحده؟ of course is، ها the room is. طيب cleans اللي هي الانفينيتيف بتاعها clean. طيب الباست participle بتاع clean ايه؟ برافو عليكم، cleaned. يبقى the room is cleaned by علي. اوكي تمام، يبقى كده احنا حولنا الجملة بتاعتنا من الاكتف للباسيف. تمام، طيب معنى كده ان الجملة بتاعتنا اتغير شكلها، بقى ترتيبها ازاي؟ الفورموليشن بتاعتها بقت ايه؟ بقت object plus
am is are plus past participle plus by plus subject. وخليني اقول على حاجه الجزء الاخراني ده by subject optional. يعني ايه optional؟ يعني ممكن احطه ممكن لا، على حسب. لو هو طالب مني to use by، طلب مني في الجمله بتاعتي استخدم by، معنى كده ان انا لازم احط by subject. طيب لو هو ما طلبش مني ممكن احطه وممكن لا، تمام. طب تعالوا نشوف another example. The gardener waters the flowers okay. تعالوا نلعب نفس الجيم تاني. The gardener waters the flowers. الأوبجكت أهو، هبدأ بيه الجملة. The flowers، اختار am is are. أنا عندي هنا flowers يعني أكيد هختار are. الباست participle من الفيرب بتاعي water هو water. يبقى the flowers are watered. ممكن أقف لحد كده وممكن أكمل by the garden. يبقى the flowers are watered by the gardener. Okay. طيب لو كانت الجملة بتاعتي negative، يعني الجملة بتاعتي منفية، في الحالة دي يبقى لازم ال passive voice بتاعي كمان يكون منفي. طب تعالوا نشوف، لو ال passive voice بتاعي منفي مفيش حاجة كتير هتتغير في الجملة زي ما هي، لكن am is are هتكون negative. تعال نشوف كده. لما بنقول object am is are past participle هتكون الformulation بتاعتنا object am is are not plus the past participle plus by subject. طب تعالوا نشوف example. See some examples. He doesn't open the door. ازاي نعملها passive voice واحنا الجملة بتاعتنا negative voice؟ زي ما اتفق object am is are not past participle. هنبدأ ب the door as usual. The door ها ياخد is، لكن هنحطها negative isn't عشان الجملة أصلا كانت negative. يبقى the door isn't past participle من الverb open opened. يبقى the door isn't opened by he. لما أنقلها في الآخر مش هتبقى by he no، هتبقى by him okay by him. طيب let's see another one. She doesn't wash the dishes. أحولها الباسف، يبقى the dishes aren't washed by she. في الآخر هتبقى إيه؟ excellent her. تمام. يبقى احنا عرفنا لما تبقى الجملة عندي negative ازاي احولها للباسف. طب if I have a question، لو انا عندي سؤال في present وعايزة احوله ليه
الباسيف. تعالوا نشوف الفورموليشن هتبقى ازاي. هنبدأ هنا ب am is are plus الأوبجكت plus past participle. نكمل الجملة ونحط question mark. طب تعالوا نشوف one example. Does your mom pick you up طب انا عايز احول دي لي الباسيف فويس. فين الاوبجكت بتاعي؟ يو. طب يو هتاخد ام از ار تاخد ار، يبقى هبدأ جملتي ب ار الاوبجكت يو تبقى ار يو، past participle من بيك بيك، يبقى ار يو بيكد اب باي يور مام. طب let's see another example to make it clear. Does the police officer catch the thief how to make it positive how to make it passive voice so where is the object the thief المفروض احط am is are لكن مش بعدها لا قبلها عشان ده سؤال the thief يبقى هناخد is نكتبه قبلها عشان ده سؤال don't forget it is the thief the past participle to catch called by the police officer يبقى is the thief caught by the police officer okay وكده يبقى حولنا السؤال الاكتف لسؤال passive in present okay يبقى عرفنا formulation ازاي لما يكون عندي سؤال ببدأ am is are plus object plus participle وبكمل باقي جملتي عادي ولو كان عندي negative form object am is are not plus participle by subject ولو انا عندي الجمله بتاعتي statement عاديه affirmative object am is are plus participle by a subject okay أي سؤال بخصوص الـ passive voice in present اكتبوا تحت في الكومنتس اوكي استنى تعليقاتكم وردودكم والجرامر اللي انتم محتاجينها اكتبوها لي متنسوش تعملوا سبسكرايب وشير لكل اصحابكم علشان نستفيد كلنا ونساعد بعض ضروري نساعد بعضينا تمام see you in another video goodbye